الخماسية في مرمى الشباب في المباراتين عموما، لكنه أمام وليد عبد الله الحارس العملاق والدولي السعودي. مختار فلاتة يتقدم مع ركلة الجزاء. مختار جول الاتحاد. مختار يسجل بسهولة وبالمخ وبالعقل وباللي تبغوا تقولوه على يسار وليد عبد الله. هدف أول للاتحاد، هدف أول من ركلة الجزاء رقم 24 في مسابقة دوري عبد اللطيف جميل السعودي المحترفين. بهدوء وامتياز حط وليد عبد الله في اليمين، سجل على يسار وليد عبد الله، وعمل حركته المعهودة بالشموخ وبالثقة الكبيرة اللي عند مختار فلاتة يسجل هدف أول، وهو يشير إلى سعود كريري. الكل يبغاك يا سعود في الاتحاد، والحقيقة يعني الدعم الكبير من هذا الحضور الجميل للاتحاد. فرناندو مينغازو يتقدم وفي المرمى، وفي المرمى هدف التعادل، هدف التعادل للشباب. فرناندو مينغازو يضع فواز القرني على الناحية اليسرى ويضع هدف على يمين حارس المرمى. فرناندو مينغازو على يمين حارس المرمى فواز القرني، وهدف من فرناندو مينغازو، هدف من اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف الشباب، من اللاعب المميز، ويضعها بهدوء وينهي